طب وبناء انا عليه عايزه ده حضرتك هيوفر توضح لي كتير اليات عمل، جدا. اليات العمل هنا في مساله الاستيراد من المناطق الحره هتكون ايه؟ باجراءات الافراج من المناطق الحره باعتبارها استيراد من الخارج، ده هيوفر على اخواننا واهالينا ان هم يتحملوا اعباء وتكاليف الشحن من الخارج، وده هيوفر معاهم كتير جدا، وهيساعدهم كمان وييسر عليهم عمليه الافراج بشكل يسير داخل جمهوريه مصر العربيه نفسها من خلال منافذ المناطق الحره الموجوده في اماكن كتير ومتعدده من اماكن الجمهوريه. طيب انا هسأل حضرتك يا استاذ محمد، انتوا عملتوا التعديلات دي بناء على طلبات كانت جايه من الناس او اعتراضات كانت من الناس المصريين بالخارج على شكل الاجراءات علشان يستوردوا العربيه، ايه كمان اللي الناس كانت معترضه عليه ولسه احنا في عندنا مرونه اكتر لان احنا نغير، لان احنا عاملين الموضوع ده علشان نفيد الناس وكمان البلد تستفيد. أنا عايز أوضح لحضرتك إن هي ما كانتش اعتراضات على قدر ما هي كانت تساؤلات. التساؤلات كانت كتيرة من الناس، وخاصة إن أغلب المتعاملين مع الجمارك دايماً كان السؤال اللي بيطرح منهم يا جماعة إحنا عايزين كيف أستطيع أن أستورد سيارة لاستخدامي أنا الشخصي من الخارج؟ وما هي القواعد اللي كنت هخضع عليها؟ هذا القانون صدر للتيسير على أهالينا وإخواننا المصريين المقيمين في الخارج، كيف يستطيع أن يستورد سيارة تكون معفاة من الضريبة تحت بند سددها، وبمجرد اكتمال المدة المقررة بمقتضى هذا القانون يستطيع أن يسترد هذه الضريبة وكأنه معفى منها، ولكن بيستردها بالقيمة والعملة المصرية.